مشاهدينا، هذه الأحداث غيرت وطورت العالم بشكل كبير، لكن يمكن للأسف في بعض الظواهر وبعض الأشياء ما زالت موجودة عندنا، مثل أخذ المسكنات وبعض الأدوية دون استشارة الأطباء. مروة، يمكن يسبب لنا أضرار على المدى الطويل لكن ما نشعر فيها في البداية. فعلا يا زينب، يعني يمكن أصبح هذا الموضوع أيضا إدمان عند بعض الأشخاص، أن يأخذون مسكنات ألم خوفا من الألم، أو أن يكون عندهم خوف أن يمكن بيهم صداع عقب ساعة أو نص ساعة فيأخذونه. أكيد مروة، عشان نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مشاهدينا، خلينا نرحب معاكم بضيفنا عبر تطبيق زوم، الدكتور ضرار عبد الله، استشاري الطب الباطني. صباح الخير دكتور. صباح الخير عليك وعلى جميع المشاهدين. صباحك الله بالخير دكتور. بداية، يعني الأسبرين أو البنادول هو أشهر أنواع المسكنات اللي احنا دائما نتناولها، ما هي أضرارها المستقبلية أو على المدى البعيد؟ أختي، أول شيء بدنا نوضح شغلة، الأسبرين مش هو المسكن اللي هو الباراسيتامول وليس العكس. يعني في ناس بتخربط بتقول أخذت حبة أسبرين وهو بكون ما أخذ حبة بنادول على سبيل المثال، فهي شغلة بدنا نوضحها للناس، إنه الأسبرين هو دواء أساساً وجد لعلاج الحمى ولعلاج الآلام، وفيما بعد ثبت إنه في عنده خاصية حماية القلب والدماغ من الجلطات والسكتات الدماغية، بينما المسكنات الأخرى اللي هي الباراسيتامول اللي هي متعارف عليها بالأسماء التجارية كثيرة زي بنادول وأدول وإلى آخره، هذه برضو خوافض للحرارة ومسكنة للآلام الخفيفة إلى المتوسطة، فما بدنا نخربط بين الجهتين، الأسبرين مش هو البنادول والبنادول مش هو الأسبرين. هلا أختي، في لكل يعني فئة من المسكنات مضارها وخطورتها ومضاعفاتها إذا استعملت لفترة طويلة. إذا بدنا نحكي إحنا عن فئة معينة من المسكنات بتشمل الأسبرين وبتشمل الآيبوبروفين أو البروفين المتعارف عليه وبتشمل الديكلوفيناك أو اللي هو الفولترين ومشتقاته، فإحنا بنحكي عن عائلة اسمها المسكنات الغير ستيرويدية، واللي هي هذه مرتبطة ارتباط وثيق ببعض الآثار الجانبية طويلة الأمد أو حتى في بعض الأحيان قصيرة الأمد، ممكن تعمل آثار جانبية كثيرة إذا اتخذت بكمية كبيرة وبدون أي داعي وبجرعات كبيرة ولفترة. دكتور ضرار، ذكرت الحين الآيبوبروفين هو مضاد قوي للالتهاب وشائع الاستخدام مع الآلام القوية، ولكن ما هي الجرعة المناسبة لكل شخص أو لأي عمر؟ طبعا الآيبوبروفين هو مسكن جيد، اكتشف في الستينات من القرن الماضي، العلاج يعني رينج كبير من الآلام. ما في أختي جرعة معينة، لما لا يعني جرعة تعمميها على كل المرضى، في للآلام كيف الخفيفة تكون حسب العمر أو الوزن للمريض؟ طبعا إحنا لما نحكي عن الأطفال، فئة الأطفال بحسبوها بالوزن، ولذلك بنحسب الجرعة حسب الكيلوغرامات. نعم. أما بالنسبة للكبار فإحنا بنحسبها في إلها جرعات محددة، إما 200 ميليغرام، 400 ميليغرام، 600 ميليغرام أو 800 ميليغرام. طبعا الجرعة بداية حسب نصيحة الطبيب للآلام الخفيفة، طبعا أكيد 200 و400 كماكسيمم دوز. إذا بنحكي عن آلام شديدة زي آلام مثلا الأسنان أو آلام المغص الكلوي بنحكي عن جرعة كبيرة زي 600 أو 800، بس بشرط أن إحنا ما نتخطى الليمت أو الحد اليومي من الجرعة القصوى من البروفين اللي هي مش أكثر من 1200. إذا بنحكي عن عيار مثلا 400 مش أكثر من 3 حبات باليوم مثلا ناخده، فلكل حالة ولكل مريض جرعة معينة من دواء الآيبوبروفين حسب كمية الألم اللي بيشكي منها المريض وموقع الألم. صحيح دكتور، لو نتكلم أكثر، هل هناك في حالات ممكن المريض يعني أو الشخص اللي مصاب بصداع أو بعض الأمراض أو الآلام البسيطة إنه ياخذ مثل هذه الأدوية الأسبرين وغيرها بدون وصفة طبية أم لا؟ نرجع مرة ثانية نحكي إنه الأسبرين مش هو الدواء تبع كمسكن. زمان ممكن من 20-30 سنة كنا نستعمله لتسكين الآلام وكنا نستعمله لخفض الحرارة، هلا حالياً إحنا بنستعمله في حالات معينة الأسبرين اللي هي ما علاج لسيولة الدم. صحيح دكتور، للأشخاص اللي عندهم بدايات جلطة أو غيره يمكن. صحيح، الهدف الأساسي من الأسبرين هو للوقاية من حدوث جلطات، يعني المرضى اللي بيصير في عندهم جلطات قلبية أو دماغية لازم يأخذوا أسبرين لمنع حدوث جلطات إضافية، وفي شغلة بنسميها الوقاية،
بس برضو بدنا ننبه لشغله بالنسبه للاسبرين. زمان كان الجميع يحكي اي حد عمره فوق ال 40 سنه لازم ياخذ حبه اسبرين للوقايه من مشاكل القلب والدماغ، وهذا تغير في اخر كم من سنه، ولذلك حاليا احنا ما بننصح المرضى ياخذوا بشكل روتيني، لانه ثبت انه فوق ال 40 سنه اذا اخذناه بشكل روتيني اضراره المتمثله في نزيف المعده او اضراره على الكلى او اضرار اخرى ممكن تفوق فوائده المتمثله في منع حدوث الجلطات. فاحنا بنعطيه لفئه معينه من المرضى اللي بتستوفي شروط معينه، وحسب وجود امراض اخرى زي السكري او حسب التدخين بنحكي للمريض انت بحاجه للاسبرين ولا لا. اذا الاسبرين هو هذا الهدف منه. المسكنات الثانيه زي ما حكينا احنا الباراسيتامول او الايبوبروفين او الديكلوفيناك اللي هي العائله النون ستيرويدال. فشو كان سؤالك بالنسبه لهم هذول؟ انه مثلا واحد يتعب او يمرض او يصير معه وجع وياخذ حبه من المسكنات، شو السؤال؟ يعني دكتور ان هل ممكن في بعض الحالات ان ناخذ فيها الاسبرين او البنادول بدون يعني استشاره طبيه او بدون وصفه طبيه ام لا؟ أختي في شغلة بنسميها over the counter medications، يعني بتروحي على السوبر ماركت بتلاقي هناك بعض الأدوية واللي هي أجيز استعمالها إنه المريض يشتريها، بس إحنا بنعول على وعي الناس، ولذلك هذا البرنامج وهي الفقرة على أساس إن ما نأخذ مسكنات بشكل غير عقلاني. يعني في مرضى ممكن يروح يشتري علبة الايبوبروفين ويأخذ باليوم مثلاً 4-5 حبات لأنه عنده وجع شديد. طيب أنت رحت على دكتور عشان تشوف هذا الوجع شو سببه؟ خلينا نحل المشكلة من جذورها. دائماً مسكن الألم يعني هو ماشي بسكن الألم وهو نعمة من ربنا الحمد لله الاكتشاف هذا العظيم، بس لازم ندور ونشوف الدكتور إنه شو سبب هذا الوجع. خلينا نحل المشكلة من جذورها عشان إحنا ما نرجع نرجعه. ولكن دكتور ضرار، هل من الممكن أدوية يعني مسكنات الألم، هل من الممكن أن الشخص يصبح عنده إدمان عليهم؟ يعني مثلها كمثل الكافيين، خلينا نقول أنه ممكن تسبب الإدمان عليها؟ أختي في نوعين من المسكنات، مسكنات التي لا تسبب إدمان اللي هي زي البروفين والفولترين والباراسيتامول، وفي مسكنات ثانية الأوبيويدز بنسميها زي المورفين والترامادول إلى آخره. هلأ المسكنات هذه اللي هي المخدرات بنسميها إحنا أو الأدوية المخدرة تعطى في حالات طبية معينة للألم الشديد وبالذات الألم العضلي أو آلام بعيد الشر عن الجميع آلام الكانسر، فهذه ممكن انها تسبب ادمان طبعا لانها بتسبب شعور جيد عند المريض انه راح الوجع تماما، وبالتالي ممكن المريض يطلبها مره ثانيه وثالثه. بس هسه يعني هاي فهمنا انها بتعمل ادمان، بنيجي للقسم الثاني المسكنات العاديه. هي بتعمل نوع من الادمان لما المريض يستسهل، انا كل ما صار معي وجع اخذ حبه مسكن وبالتالي او يمكن أوكي. اذا خايف انه يعور راسه او يجي الصداع فياخذ الدواء قبل ساعه او ساعتين يوميا بوقت معين. هذا غلط كبير، هذا نعم. يعني ما في توصيات لا طبيه ولا غير طبيه بتحكي اخذ مسكن قبل ما يجيني وجع، ما في منه هذا الكلام ابدا. صحيح، لكن دكتور لو نتكلم اكثر الاشخاص اللي يعني ادمنوا على هذه المسكنات او البروفين وغيرها من الادويه اللي تم ذكرها الان، شو الاضرار اللي ممكن تحصل لاجسامهم او شو الاعراض اللي فعلا تخليه يعرف انه وصل لهذه المرحله وانه بدا يتضرر من هذه الادويه؟ تمام، اذا احنا حكينا فئه المسكنات اللي بتسبب الادمان المورفين او الترامادول وما شابهها، والفئه الثانيه اللي هي البروفين مثلا بتسبب نوع من الادمان. كيف؟ انه الواحد بصفي يعني مش قادر على العيش بدونها، يعني مستسهل انه ياخذ المسكنات، وبالتالي بتلاقي المريض مثلا لمده اشهر وفي بعض المرضى لمده سنوات باخذ مسكنات بشكل يومي. نعم. اضرارها اختي كبيره طبعا، يعني اذا احنا حكينا عن الجهاز الهضمي فهي هاي الادويه مرتبطه بشكل مباشر بقرحات ونزيف الجهاز الهضمي، وياما شفنا حالات مشفيات نزيف بسبب اخذ كميات كبيره من المسكنات بشكل مفرط لمدة مثلاً أسبوع أو أسبوعين بشكل متواصل، ناهيك عن المرضى اللي بأخذوهم لمدة سنوات. إذن نزيف الجهاز الهضمي مرتبطة هذه المسكنات ارتباط في زيادة حدوث الجلطات والذبحات الصدرية، مرتبطة ارتباط وثيق بأكبر من جرعة معينة، مش الجرعات الخفيفة اللي بأخذ المرضى. وفي عنا مشكلة كبيرة اللي هي مشكلة الكلى طبعاً وارتفاع ضغط الدم، لأنه معروف إنه هاي المسكنات بتعمل أذية للكلية وبتعمل احتباس للسوائل، احتباس للصوديوم، وبالتالي ممكن انها ترفع من ضغط المريض اللي بياخذ دواء للضغط، او حتى المريض اللي ضغطه طبيعي ممكن انها تخلي ضغطه عالي. نعم. هاي بعض من الاثار الميجر. خلينا
كبيره طويله الامد. نعم دكتور ضرار، لماذا يسالنا طبيب التخدير الكامل قبل العمليه او اجراء اي عمليه ان اذا نحن يمكن ناخذ مسكنات الالم قبل العمليه، الى على ماذا يؤثر؟ طيب هلا في شغلتين، اول شيء الاسبرين اذا المريض باخذه قبل العمليه لازم نوقفه مده معينه، عدد ايام معين قبل ما نعمل العمليه عشان نمنع حدوث النزيف، لانه هو بزيد سيوله الدم. اذا بنحكي عن المسكنات الثانيه، ليش الطبيب التخدير بده يعرف اذا المريض مدمن على المسكنات؟ عشان يعرف او يتوقع انه كميه التخدير اللي ممكن يحتاجها المريض خلال العمليه او حتى بعد العمليه، كميه التسكين. بتعرف الالم له ثريشولد، له العتبه. عتبه الالم تختلف من شخص لشخص، الشخص اللي بيكون ياخذ مسكنات فتره طويله عتبه الالم عنده عاليه، يعني بتألم، يعني بده جرعه عاليه من المسكنات عشان تثبط الالم، اللي ممكن جرعه خفيفه عند مريض ثاني بنفس الالم انها تخففه. ولذلك هاي المعلومه بتفيد طبيب التخدير في اختيار اولا نوعيه المسكن، وثانيا جرعه المسكن خلال وما بعد. صحيح، يعني دكتور ضرار في بعض الحالات بعض الاشخاص ممكن ياخذون هذه يعني الحبوب او هذه الادويه بكميات كبيره، هل يكون لها اضرار، يعني اضرار مستقبلا على المعده او تسبب امراض لهؤلاء الاشخاص خاصه بالمعده وغيرها؟ ما احنا حكينا قبل شوي، اذا استعملت بشكل كبير بشكل مفرط، حتى بتعرفي على مستوى يوم او يومين او ثلاث ايام، اذا الواحد اخذ مسكنات بشكل كبير ممكن يصير في معاه قرحه حاده في المعده ونزيف من المعده. نعم. ممكن يصير في التهاب بالكلى، التهاب حاد بالكلى. صحيح. المزمن بشكل مزمن حكينا تأثيراتها على الدماغ، على القلب وعلى الكلى، وعلى اللي هو بتعمل التهاب مزمن في غشاء المعدة والاثني عشر، مما قد يعرض المريض إلى النزيف اللي هي شغلة معروفة. صحيح. دكتور ضرار، لماذا تمنع الأم الحامل من أخذ أي مسكنات ما عدا بنادول واحد يمكن الأزرق؟ لماذا؟ هل يؤثر أدوية يعني المسكنات على الجنين أثناء الحمل؟ طبعا أختي، إحنا يعني الدراسات الكبيرة جدا اللي أجريت على السيفتي أو أمان الأدوية خلال الحمل قسمتها إلى ألف وباء وجيم ودال. يعني ألف آمن جدا على الحمل، طبعا ما في ولا آمن جدا على الحمل. با احنا بنحكي عن الباراسيتامول الازرق اللي حضرتك تفضلتي وذكرتيه، اللي ما في اي شيء ثاني غير الباراسيتامول. هلا اذا بنحكي عن فئه جيم ودال، هذول فيهم خطر على الجنين طبعا، وبالتالي مش لازم انه ناخذهم، لانه في البنادول او الباراسيتامول اللي مضاف له مواد ثانيه معروف انها هذه بتنتقل من خلال المشيمه وبتضر الطفل. مسكنات بما فيها حتى النون ستيرويدز اللي هي الديكلوفيناك والايبوبروفين ممنوع اخذها مثلا في اخر فتره بالحمل، لانها بتاثر على قلب الجنين، يعني بتاثر على وصله، ممكن انها تسبب تسكير يعني قبل موعده في صمام معين بجنب القلب. فهذول ممنوعات مثلا اخر الحمل. الاسبرين مش لازم الام تاخذه بالحمل الا في حالات معينه وتحت اشراف طبيبه النسائيه وطبيب الباطني، لما يكون في خطوره من الاجهاض المتكرره ممكن يتاخذ جرعه قليله جدا من الاسبرين خلال فتره معينه من الحمل. صحيح. اما مسكنات طبعا ما بنعطي احنا اي نوع من المسكنات، هذه النون ستيرويدز اسمها، خلال فترة الحمل، وبنعطي الباراسيتامول الأزرق لأنه كلاس بي أو أنه يعني فئة باء اللي هو يعتبر نوعا ما آمن على الحمل. صحيح. دكتور ضرار، لو نصائح أو تعليمات طبية للأشخاص اللي للأسف يمكن أدمنوا على هذه المسكنات أو على البنادول وغيرها من الأدوية، شو تنصحهم أو شو التعليمات اللي يتبعونها عشان يقللون من هذه الظاهرة أو من هذه العادة؟ أول شيء أختي، إحنا لازم ندور على السبب. في ألم يعني من مثلا في صداع، اللي نفقد فيه الصداع، طب شو سبب الصداع؟ في اسباب كثيره للصداع، في صداع توتري، في صداع ناتج عن نقص بعض انواع الفيتامينات او المواد اللي بيحتاجها الجسم، في صداع ناتج عن التهابات اذن، في صداع ناتج عن مشاكل في الدماغ، انا بدور على السبب وبحل السبب من جذوره، في نقص. صحيح. في الفيتامينات بعوض النقص هذا وبالتالي ممكن الصداع انه يروح، هلا بنشتغل على عوامل ثانيه زي التوتر، زي قله النوم، ما الى ذلك. هلا النصيحه بشكل عام انه احنا يعني ما ناخذ، يعني ممكن انا مثلا اذا بدي امشي حالي الساعه 12 ونص الليل سني وجعني اروح اخذ حبه البروفين، بس ثاني يوم الصبح اروح طبيب الاسنان عشان يحل لي المشكله من جذرها، وجعني بطني ما اضلني اخذ دواء مسكن للبطن، لانه هذه المشكله خطيره بواجهها بعض المرضى وبنواجهها احنا لما الالم يتسكن، بس بيكون في عمليه يعني التهاب شديد جاري جوا البطن
مضاعفات لا سمح الله، وبالتالي الألم ممكن يغطي على بعض الأشياء الخطيرة اللي موجودة عند المريض. صحيح. وهين المرضى ما تأخذوا الأدوية بشكل كبير، واستشيروا الطبيب عشان نعرف شو الجرعة المناسبة لإلكم، وممكن معلومة بسيطة من الطبيب إنها تجنبكم لا سمح الله كارثة ممكن تصير بالمستقبل. صحيح. دكتور ضرار، في بعض الأحيان ممكن يجي للمريض أزمات مثل أو حالات مثل الدم المنجلي، ويمكن في بعض الأحيان الشخص المريض بالدم المنجلي ياخذ أسبرين أو مسكن للألم، بماذا تنصح بهذه الحالات؟ وهل تسكين الألم في هذه الحالات هو أفضل؟ والله احنا اختي لما يصير في كرايسيس او هجمه من الدم المنجلي احنا ما بنفضل هذا النوع من المسكنات كبدايه، عرفت علي؟ بسبب تاثير على الدم، فاحنا بنتجنبه وبنتوجه لمسكنات ثانيه بتكون اقوى شويه وممكن تسبب بعض من التخدير، بس بتكون افضل وامن على المريض على المدى القصير من المسكنات الثانيه اللي هي الاسبرين والديكلوفيناك، لانه الاسبرين مثلا في بعض الحالات يعني خاصة في التهابات عند الأطفال بتصير مرض اسمه كواساكي، هو الدواء اللي يفضل إن نستعمله الأسبرين، بسكن الألم، بخفف الحرارة، بحسن من كل الأعراض، لأنه أنتي إنفلاماتوري كمان بخفف من الالتهابات أو التورمات اللي موجودة، فإحنا بنتجنب هاي الأدوية خلال هجمة. ولكن هل الأسبرين من الممكن أن يخفف من الهجمات للدم المنجلي ولا لا؟ الأسبرين يخفف من هجمات الدم المنجلي. أختي ما في إشي نسميه إنه نعطي المرضى الدم المنجلي حبة أسبرين عشان يخفف منها، لا، لأنه إحنا بنعرض المريض لديسفانكشن أو إنه يكونوا الصفائح الدموية ما يشتغلوا بشكل كويس، وبالتالي هذا المريض للنزيف. أنا هذا المريض يعني عنده أساسا تكسر بكريات الدم، فأنا ممكن إني أزود المشكلة عليه إذا أعطيته حبة أسبرين أو عالجته بالأسبرين. صحيح. أنا أكيد دكتور ضرار من خلالك نوجه يعني للمرضى وللأشخاص اللي يعانون من صداع وأمراض خفيفة وغيرها أن ما يأخذون هذه الأدوية أو هذه النوع من المسكنات إلا باستشارة الطبيب. دكتور ضرار عبد الله استشاري الطب الباطني، شكرا لتواجدك معنا اليوم عبر تطبيق زوم، يعطيك العافية. شكرا.